صفة التيمم. إخواننا من يعرف صفة التيمم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والبقية بسم الله. أن ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، يسمي، يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين على الأرض، سواء كانت هذه الأرض من تراب أو من طين أو من حصى أو من صخر أو من رمل، على الأرض ضربة واحدة بباطن الكفين، ثم يضرب إحدى كفي بالأخرى أو ينفخ فيهما إن كان علق بهما شيء من التراب، ثم يمسح الوجه دون تخليل للحية، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمنى فقط، ثم بظاهر كفه، ثم بباطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى على ظاهر الكف فقط، مفهوم؟ مرة أخرى ينوي، يسمي، ضربة واحدة بباطن الكفين دون التخليل للأصابع، ويمسح الوجه ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى، والحمد لله.